هاد كواليتي هادي هكا صحاحل كون خديت انا واحد اخرين واخا راه الاخرين عندي الريحه ديالها شويه مجهده ديال الجلد في اللون حليت الميك عطات الريحه اكثر الساك وصدق ليا صغير وتا واحد الحاجه خديتها فهاد لاكوموند هادي وما صدقات ليا زعما كما كنت كنشوفها في لا فوتو هي اللي غادي نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو ولا كحال غنقول لكم ما تاخذوهش البنات كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم المشتريات ديالي من شيئين انا عارفكم بلي كتحمقوا على هذه الانواع هذو ديال لي فيديو خصوصا داكشي ديال المشتريات وداكشي كامل اللي متعلق بالحوايج داكشي علاش انا دابا دوز ثلاثه ديال لي كوموند ديال شيئين بيان سور ماشي غير فيهم غير حوايجي فيهم حوايج واحد البنات حتى هما دخلوا معايا في لا كوموند هما اللي نيت غادي نشاركهم معكم في هذا الفيديو هذا البنات اللي مازال ما متبعينيش في انستغرام انا نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا والتيك توك ديالي هنايا مرحبا بكم والف مرحبا كيف كنقول لكم ديما انستغرام ديما كنكون اكتيف فيه ديما كنبوست لكم تصاور لي فيديو لي ستوري وتما نيت في لي ستوري كنقول لكم شنو هما الانواع ديال لي فيديو اللي بغيتوني نبقى نديرهم وكل مره كنعزل واحد النوع من الانواع ديال لي فيديو وكنديرو ودابا البنات صافي دابا غادي نوريكم المشتريات مهم اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي حوايج البنات والحوايج ديالي انا غادي نخليهم هما الاخرين الاخر مبخر الكوليه اللي كيصيفطوا لكم على هذا الشكل هذا خلاص هنايا كتكون واحد الورقه مكتوبين فيها المعلومات ديالكم البنات اللي باغيين يطلبوا من شيء وما عارفينش كيفاش انا راني ديجا درت لكم فيديو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ديال كيفاش تطلبوا من شيء كيفاش ديروا زعما كوموند من شيء وفايت درت لكم بزاف ديال لي فيديو ديال المشتريات ديالي من شيء وعطيتكم الراي ديالي الصريح فيهم وكاينين شي بنات كيقولوا لي راني واش انت كديري كولابوراسيون مع شيء وكشي علاش ديما كنجاوبكم عليها في اي فيديو ديال شيء لا البنات هذه ماشي كولابوراسيون هادشي هذا انا اللي كنشريه يعني كنشري بفلوسي كنخلص راسي المهم البنات اول حاجه غادي نبداو بها هما لي زاكسيسوار ديال التليفون ديال العنق المهم داكشي اي حاجه متعلقه بلي زاكسيسوار غادي نبداو بها هي الاول عاد غادي ندوزو للحوايج باش هكا ملي تيجي الفيديو مقاد ما يجيش مخربق حاجه خداتها واحد البنت معايا في لا كوموند هما هادو البنات واحد الكولي وغادي نخلي لكم حتى لا فوتو ديالها هنايا هما هادو كيف ما كتشوفوا لوغ بالنسبه للراي ديالي في هاد الكولي هذا الصراحه كيف ما هو يعني كيف ما في التصويره وصلها كي كنقول لكم ديما يعني انا راني ديجا خديت من شيئين التجربه ديالي مع هاد لا مارك هادي زوينه الصراحه بزاف كيف ما كتشوفوا داكشي في التصويره كيف ما كيوصل لكم يعني ما كاين لا فوتوشوب لا زوق لا حتى شي حاجه كنت خديت واحد لي زاكسيسوار كنت خديت السناسل والحوالق وكاين شي حوالق كحالوا ليا وكاين شي هكا ديكولي حتى هما كحالوا ليا وكاين شي وحدين لا حتى واحد البنت كانت جات تهضرات معايا في انستغرام على قبل لي كولي وهادشي قالت لي رانيا انا راني ديجا خديت من شيئين قالت لي باش ما كحالوا ليش لي زاكسيسوار ديالي اللي خديت درت ليهم الفيرني ديال اللي كنديروا في ظفراننا درتهم في صبغات هذوك الحوالق ديالها ولا دوك السناس اللي خدات وقالت لي ما كحالوش ليها ان شاء الله دابا نجرب انا هادشي هذا حيت انا خديت واحد السنسله غادي نجربهم فيها وغادي نرد عليكم خدات عاوتاني هاد الكولي هذا حتى هو غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو يعني اي حاجه غنوريها لكم كنخلي لكم التصويره ديالها هنايا وكيكون الثمن ديالها من التحت كيف ما كتشوفوا كيجيكم داكشي مغلف مسدود ما عندو كيدير يطيح ما عندو كيدير يتهرس هنايا كيف ما كتشوفوا قاسمين ليها دايرين الحوالق بوحدهم الخواتم بوحدهم كيف ما كتشوفوا وبصراحة باينين زوينين باينين زعما الكواليتي ديالهم زوينه وفيهم هنايا البنات كيف ما كتشوفوا فيهم واحد ليديده ديال القطيطه فيها واحد الحجيرات في الموف شنو خدات هنايا خدات بزاف ديال السناسل كيف ما كتشوفوا هنا كاينين 9 ديال السناسل اللي خدات باينين زوينين وباينين زعما صحاح والسنسله ديالهم رقيقه يعني بحال دوك اللي خارجين دابا كيكونوا السناسل ديالهم رقاق كي كنقول لكم ديما على لي زاكسيسوار ديالهم كيبانوا بحال ديال الذهب غير هما الديفو الوحيد اللي فيهم كي قلت لكم كاينين وحدين كيكحالوا وحدين ما كيكحالوش وكاينين هاد لي بانسو هادو فانا ديجا خديت من عندهم لي بانسو بصراحه صدقوا ليا زوينين هادو كاين ديال الاي شادو كاين ديال الوجه مهم داكشي كامل كاين كاين ديال حتى الاي بروز ها هما شوفوا الشكل ديالهم من تحت كيفاش داير الشكل ديالهم داير من تحت بحال دوك ديال السمكه بصراحه زوينين شوفوا كيفاش دايرين وحتى الكواليتي ديالهم زوينه حتى
الزغب ديال لي بانسو رطب بزاف, يعني ما كيجرحكش في عينك ولا شي حاجه. كاين داك الانواع ديال لي بانسو اللي كيكونوا كيتباعوا كيجرحوك في عينك كيبقاو يتكو, بحال وحدين انا كانوا عندي كيبقاو يتكوني, ولكن هذوك اللي كتخديت انا من شيئين راه نخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف الا بغيتو تفرجوا فيه. كنت خديت واحد لي بانسو الصراحه صدقوا لي حتى هما من شيئين, كنت خديت بزاف شي 100 درهم وصدقوا الصراحه غزالين. ولي بانسو اللي خدات واحد البنت وحده اخرين هما هادو, هادو الصراحه عتو عجبتني الكواليتي ديالهم واعره, عتو هادو البنات غزالين صافي 100 درهم ويستاهلوا, يستاهلوا زعما داك الثمن. بنات وتا اللون ديالهم عجبني بزاف, عتو اللون ديالهم واحد ذهبي بحال الكري. واللي عجبني فيهم بزاف هو كاتبين لكم كل بانسو لا يشكي صلاح, هادشي اللي عجبني زعما فهاد لي بانسو هادو واعرين زعما كون صحابني فهاد دايرين بحال هاد الكواليتي هادي هكا صحاحين كون خديت انا واحد اخرين واخا راه الاخرين عندي. هادو الصراحه الطوب اكثريه كاين هنايا غير باش تخدمي عينك, يعني ما كاينش باش تخدمي لابو ديالك. وعندنا هنايا هادي بالنسبه لهادي كنت كنشوفها في بزاف ديال لي سيت وكاينه حتى في شيئين بصراحه زوينه بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم يقراو لي غومو والكتوبه, مهم الروايات وداكشي. هذه بصراحه واعره, انا غنخلي لكم لا فوتو ديالها هنايا باش تعرفوني زعما على ايش كنهضر. كتكوني وصلتي شي صفحه بحال دابا بالليل كتكوني كتقراي ولا شي حاجه كتضوي عليك, و اون ميم طون عطيتكم معها حتى هذه باش تعقلي على اين صفحه وصلتي. وهنايا عطيتكم في بلاصه في كديروا الحجره, هي راه ما عطيتكم معها لا حجره لا حتى شي حاجه, يعني انت كديري الحجره من عندك هنا عطيتك في كتشعل وفي كتطفى وباينه زعما من برا من المظهر الخارجي ديالها باينه شي حاجه واعره. وعندنا هاد الكوك هادي ديال ايفون 7 بلس ديال واحد البنت حتى هي دوزات معايا لا كوموند, بصراحه هاد الكوك هادي واعره, ها هي مكتوبه فيها كاليفورنيا ايست كوست, هي هادي صراحه زوينه. وكي كنقول لكم ديما على لي كوك ديالهم عندهم صحاح, عرفتوا هاد البوشيطه ديال البنات غليظه ما غاديش تصوروا, يعني الكاليتي ديالها زوينه وانا ديجا خديت منهم يعني لي كوك وصدقوا ليا. وتا هاد الزواق اللي كيبان لكم من هنايا راه ما كيتمسحش دغيا, يعني كيبقى ما كيتمسح ما حتى شي حاجه. وعندنا هنا هادي ديال التليفون باش كتكونوا كتصوروا وداكشي, غنخلي لكم لا فوتو ديالها هنايا. غير بانت لي شويه صغيره, يعني ماشي بحال في التصويره, بانت لي واقيله شويه صغيره شويه صغيره. كنت ديجا خديت واحد الساك وصدق ليا صغير, وتا واحد الحاجه خديتها فهاد الكوموند هادي وما صدقات ليا زعما كما كنت كنشوفها في لا فوتو, هي اللي غادي نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو. عندنا هنايا هاد البيريه هادي ديال الجلد, راه ديجا عندي انا بحالهم, كنت كناخذهم من الجوطيه بزاف وكتبان ناخذ شي وحده بحال هادي من شيئين يعني ديال الجلد. كنت خلي حتى توصلني هادي ديال اللي خدات البنت معايا في لا كوموند عاد نشوف الكواليتي ديالها وداك الشيء كيفاش داير, ونقدر ديك الساعه من بعد ناخذها. الريحه ديالها شويه مجهده ديال الجلد في اللون, مي خليت الميك عطات الريحه اكثر. مهم انا بصراحه قدامي زوينه واعره بزاف حمقاتني, والريحه ديالها مجهده يعني ديال الجلد. هذه شوفوا كيفاش دايره صراحه زوينه وديال الجلد. هادو كانوا خرجوا العام اللي فات طوندونس وما اصلا ما كيديمونداوش وصراحه واعره. وكاين حتى هاد الكولي هذا خلاتو معايا واحد البنت نيت في لا كوموند. المهم هنايا فيه داك الشكل بحال الفراشات, هو هذا فيه دوك الفراشات في النوار وفيهم سقلي. ودابا وجدوا لي راسكم غادي نمشيو دابا للحوايج اللي كتحمقوا عليهم اللي كتموتوا عليهم. الصراحه الحوايج كانوا الاثمنه ديالهم جد مناسبه, يعني اي واحد يقدر ياخذ منهم, وحتى البنات اللي بحال هكا ما كيبغيوش ياخذوا يعني داك الثمن ديال تاي يوصلوا لديك 1299 درهم, حيت خصك حتى توصلي لهذا الثمن هذا باش عاد كيسيطو لك لا ليفغيزون غراتويت واكسبريس. كلك دوزي شي كوموند مع شي بنت وداكشي راكم عارفين. وكاينين حتى البنات اللي ما عندهمش دي كارت انترناسيونال يشوفوا شي بنت زعما اللي كتكون كدير بحال كدير كوموند بزاف ويدوزوا معاها شي كوموند. انا كنشوف بعدا بزاف البنات اللي كيديروا هاد القضيه هادي. حاجه غادي نشوفوها هي هذا, شوفوا البنات كيفاش داير. فوق لي ديتاي اللي فيه هنايا في اليدين شوفوا انجل. وكاين هاد التيشيرت هذا مكتوبه فيه كاليفورنيا ويست كوست, هو هذا
بصراحه زوين، واللون ديالو حمقني بزاف، داك الزرق مشعشع بزاف بصراحه زوين، وحتى زعما الكاليتي ديالو واعره البنات، يعني بدون نفاق الكاليتي ديالهم ديما كتكون طوب. وعندنا هاد الطاي اوت هذا صغير وقصاور، اصلا البنت اللي خداتو يعني الطاي ديالها صغيره بزاف، مكتوبه هنا فيه بيبي جير، بصراحه زوين، وحتى اللون ديالو زويون في الليموني. هو هذا كيف ما كتشوفوا. وكاين هاد التيشيرت هذا كيجي في هذا الشكل هذا، شوفوا لي ديتاي اللي فيه هنايا في اليدين، وكاين هذا حتى هو زوين بصراحه، انا كيحمقني لي تيشيرت في البيض كيساليو معايا. هاد التيشيرت عاوتاني حتى هذا زوين، لي تيشيرت ديالهم كيحمقوا، عندهم داكشي كامل اللي كتخيلوه عندهم. وكاين هذا، شوفوا البنات هذا شحال زويون ناري، هذا واعر. هو هذا صراحه اللون ديالو واعر، وحتى لي ديطاي اللي فيه في العنق في اليدين واعرين، شي حاجه ما ضايعه. غادي نوريكم اشنو خديت انا، واخيرا 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 تقولوا رانيا، واخيرا وصل الاخر ديال الفيديو باش غادي تورينا اشنو خديتي. غير هو الحبيب والزوين والخزين، ومامي 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 ومامي. هاي هاي اش كتغوتي، اش كتغوتي، علاش شكون قلقوك؟ ما داروكش لايك وابوني، قلت لكم قطي ديروا لي لايك وابوني، يلا هبطوا دابا ديروا لي لايك وابوني. انا بصراحه انا ما خديتش شي حاجه بزاف، المهم خديت شي واحد الاساسيات اللي كنت انا باغاهم وكنت زعما محتاجاهم، خصوصا مع دابا داخل البرد وداك الشيء، ما بغيتش ناخذ هذا الشيء اكثر ديال الصيف، واخا هما راهم داير الصول دايرين بزاف د الحوايج. حاجه خديتها هو هاد القبيه هادي، بصراحه هاد القبيه البنات انا كنت باغا ناخذهم وصافي ربي كبير، باغا ناخذهم وربي كبير، هما هادو كيجيو في البيض كيجيو منفوخين راكم عارفينهم، ولكن البنات الحاجه اللي تقلبت فيها هي خديت لاطاي اكس ال، وانا كنلبس غير ال وجاتني كبيره بزاف، هاتو ما غاديش تصوروا تصوروا شحال جاتني كبيره. يعني دابا كاينين جوج الحلول، يا اما غادي نبيعها يا اما غادي نسنتريها وغادي نلبسها. في بصراحه البنات شنو نقول لكم، عتو الكاليتي ديالها بلا ما غنهضر انا، عتو الكاليتي ديالها واعره طوب الصراحه، شي حاجه غزاله هي هذه كيف ما كتشوفوا، وعتو فيها واحد البيض بزاف، يعني انا خايفه نلبسها ونصدق انا موسخاها، انا موسخاها يعني بلا ما لقيت شي حاجه غنصدق انا موسخاها. كيف ما كتشوفوا هي هذه جايه بالسيوره بالقب، القب كبير قب قبا قب قب بسطل، الكاليتي ديالها من الداخل واعره مصوفه وزوينه بزاف كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لاول ارتيكل انا خديته طوب. واشنو خديت اخر، اشنو خديت اخر، خديت هاد الكولي هذا، واخا انا راني كي قلت لكم ديجا خديته كحالو ليا وشي وحدين، لا بنات بصراحه كنت كون ما خديتوش غادي نحماق. هو هذا كيف ما كتشوفوا واعر، حتى الثمن ديالو جد مناسب كيف ما كتشوفوا، كيبان بحال ديال الذهب، عجبني بزاف، ومنين غادي زعما ندوز به واحد الوقيته الا ما كحلياش غادي نقول لكم بلي ما كحلياش خذوه، ولا كحال غنقول لكم ما تاخذوهش، وكنظن بلي غنقدر نصبغو بالفيرني باش ما يكحلش ليا. وخديت هاد الشورت هادو ديال الجلد، بصراحه حتى هو زوين، ولكن الديفو اللي درت هو خديته كبير عليا، خديت فيه لاطاي اكس ال، نورمالمون انا كنلبس الام وكناخذ ديما الال، ودابا خديت في هذا لي اكس ال زعما قلت باش يجيني واسع باش ناخذ فيه راحتي، صدق جاني كبير بزاف، جا قد اختي. هو هذا جا قد اختي، داكشي علاش غادي ندي غادي نسنتريه ضروري. وخديت حتى هاد النضاضر هادو البنات، النضاضر عندهم شي حاجه واعره بزاف، عندهم كلشي كلشي زوين ما نكذبش عليكم، يعني بلا كذوب بلا حتى شي حاجه عندهم داكشي زوين. النضاضر هادو هما اللي خديت كيف ما كتشوفوا هكا في النواغ، شوف كيفاش دايرين، بصراحه زوينين، شوفوا كيفاش كيجيو، ما عرفتش واش تلاحظوها ولا لا، دابا انا راهم دايرهم ولكن هما جايين هكا عيوج، ما عرفتش واش زعما سبب الليفر اللي جاب لي داك الشيء، زعما جايب داك الشيء كيتخباط وتعوجوا لي. نورمالمون هذا المشكل هذا ما وقع لياش في لا كوموند اللي كنت خديت فيها نضاضر اللي قبل من هذه، جاوني
هما هادوك يعني ما مهرسين ما طري لهم والو غير هادو البنات جاوا شويه عيوش ولكن واعرين واعرين زعما بلا كذوب. والحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش فيهم هي يعني جايين هكا داخلين ومن التحت خارجين هكا مدفوعين للامام يعني مدفوعين من التحت يعني خصهم يكونوا هكا مدفوعين من الفوق هما مدفوعين من التحت. هاد الحاجه هادي اللي ما عجبتنيش فيهم. مي الكواليتي ديالهم وكل شيء غزال كيف ما كتشوفوا زوينين بزاف خصوصا شوفوا من هنا البنات كي دايرين من الجناب مقنتين واعرين. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. قولوا لي البنات في لي كومونتير شنو هو الارتيكل اللي عجبكم في هذا الشيء هذا كامل. كاين بزاف ديال لي زارتيكل هنايا ما بغيتش هكا الفيديو يجيكم طويل داكشي علاش ما بغيتش ندير لكم زعما كلشي يعني جايين بزاف ديال لي كوموند داكشي علاش ما بغيتش ندير لكم هذا الفيديو هذا يكون طويل. وقولوا لي واش نتوما ديجا فايتين خديتو من شيئين ولا لا وقولوا لي الاراء ديالكم في شيئين. كنبغيكم بزاف بزاف ما تنساوش البنات تجيو عندي الانستغرام وتيك توك مرحبا بكم و1000 مرحبا.